بقول لكم ايه، الفيو فوق الخيال، فوق الوصف. تجربه يعني تجربه حياتيه يعني ملهاش. بصوا المنظر، انا مش فاهم في ايه. تعال اقول لكم ازاي اليوم انتهى بينا في المكان الجامد قوي ده، في الهند، مدينه ريشيكيش. اول حاجه عملتها اجرت سكوتر عشان نلف المدينه كلها بمزاج. حرفياً الناس فوق بعض، مفيش كلام بعد الكلام، والله العظيم. عايز أقول لكم الطبيعة في المدينة دي فوق الخيال. إحنا على كوبري مقدس، لأنه بيوديك الناحية التانية لأحد أشهر المعابد في المدينة اللي إحنا فيها. عدينا الناحية التانية عشان نشوف المعبد الشهير قوي هناك، وطلع معبد صغير، ورحنا بعديه معبد تاني. المعبد ده بقى من المعابد المقدسة، والنهر كمان من الأنهار المقدسة عندهم، والنهاردة في احتفالية عندهم، والشعائر بتاعتهم زي ما انتم شايفين جايين بيصلوا على النهر وبيتباركوا بالمية بتاعته، بيرشوها على جسمهم وعلى نفسهم، وكمان بيشتروا الورود دي وبينزلوا يحطوها في النهر. المدينة يا جماعة الطبيعة فيها ما حصلتش. انا سايق سكوتر بره، دي الهلمت بتاعتي، سايق سكوتر بره طول الطريق، انت شايف الدنيا خضرة حواليك وطالع فوق الجبل والنهر على يمينك او على شمالك. عشان لما اقول لكم مفيش كلام بعد الكلام، يبقى مفيش كلام بعد الكلام، مفيش كلام بعد الكلام والله. الطبيعة كانت جميلة جدا، وكل خطوتين تلاتة اقف في السكوتر واقعد اتفرج. طبعا الطريق خطر شوية، احنا ماشيين فوق الجبل حرفين، هو الخط اللي رفيع اللي هناك ده، العليل العربية اللي ماشية دي، ده الطريق كله اللي احنا طالعين عليه من تحت لغاية فوق، ولسه مكملين تاني. كنت بحاول اطلع عشان الحق الغروب، والحمد لله لحقنا الغروب، والفيو كان وهم. عايز بس اوريكم الطريق اللي احنا ماشيين عليه، دي حافة الجبل، والجبل بص الدنيا عامله ازاي، مفيش كلام بعد الكلام. بقول لكم ايه، الفيو فوق الخيال، فوق الوصف. تجربه يعني تجربه حياتيه يعني ملهاش. بص المنظر. يا رب تكون عجبتكم المدينه، والمدينه اللي جايه فيها تاج محل، اوعى تفوتوا الفيديو اللي جاي.